مرسيش غنقول لك هذا النهار هذا كبير يعني هاد الاوقات اللي دوزناها في المجلس وهاد التكريم اللي داروا لنا اصحاب الجمعيه ما كنشكرهم جزيل الشكر. شي هذا ما مشاش غير هباء منثورا، مشى غير هكا كاينه يعني كتفرحي بقلبك وكتقولي بان هاد الناس راه اعترفوا لنا بهذا الجميل اللي درنا. شحال ديال المده قضيتي في المجلس؟ انا قضيت في المجلس تقريبا 32 سنه 32 سنه عمر اي عمر ماشي سهل. وديجا كان عندي خدمت 7 سنين في القطاع الخاص. من الطرائف اللي وقعت وهي انني في التكريم ديالي كانوا الاخوات ديال اللي خدموا معايا في داخل المصلحه كلموني وكان حاضر حضروا كاملين وداو لي واحد هدايا اللي شغنقول لك كنشكرهم بعدا بزاف بزاف بزاف. وهذاك الشيء اللي داروه في حقي انايا يعني ما كنتش منتظراه وهذا ثلج لي القلب ديالي والحمد لله انا فرحانه ومازال عندي التواصل بالاخوات وبالاخوان وهذا النهار هذا زاد كمل ديك الفرحه اللي كانت قبل زاد كملها والحمد لله. شوف الله يخدم علينا الله لا يخدم علينا النساء المغربيات الحشمه والرزانه والثقاله تبارك الله. اليوم انت من المكرمات ايضا. ايوا انا من الناس المتقاعدين تنشكروا هذه الجمعيه تنشكروا بشري كنشكروا الرئيس الله يكثر خيرهم فرحونا. قولي لي انت شحال من سنه وانت كتشتغلي في المجلس البلدي؟ رفعي لي صوتك. 30 عام 30 عام تبارك الله ترى العمر اييه 30 عام الحمد لله. خرجنا بالصحيحه ديالنا وبالعوينات ديالنا بالرجلينا ديالنا كبرنا وليداتنا. انا زدت تزوجت هنا وولات وكبروا ولادي وتبارك الله. دابا انت تزوجتي في المجلس وولدتي في المجلس ولدت في المجلس درتي عائله في المجلس درت عائله بنتي تبارك الله دابا راه موظفه في الديوانه بنتي الاخرى خدامه في واحد الاداره الحمد لله الحمد لله. المهم ضربت عليهم تماره حتى هما الناس تشكرهم زعما تهلاو فينا الصراحه ديال داكشي اللي كانت تهلاو فينا. انت تبارك الله من 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 النساء القدوه اللي كنفتخروا بهم في هذه البلاد هذا. بارك الله فيك اختي بارك الله. شكرا منكم ونستافدوا منا ما شاء الله الصلابه وكيفاش تبارك الله انتم يا كنتوا كتعطيوا للمدينه كنتوا كتعطيوا. ايوا الحمد لله. المهم قولي انا ما نعرفش طريفه من الطرائف اللي وقعت لك في خلال 30 سنه. اش غنقول لك الحمد لله. المهم ما وقعت لي حتى حاجه. العراق اللي كانوا كيوقعوا لك داخل العمل ديالك؟ لا ما وقعت لي حتى حاجه ما وقعتش حتى حاجه الحمد لله ما وقعت حتى شي حاجه ما وقعت حاجه. السلام عليكم. الاسم نجاعي عبد الكريم مصلحه الاشغال البلديه ودوزنا ما دوزنا الحمد لله اشغال مناصب كثيره وتنتمنوا ان شاء الله نكونوا على حسن الظن مع كل الاخوان وانا كنوب ان شاء الله على الموظفين اللي تقاعدوا اليوم بهذه المناسبه هذه. كنشكر الجمعيه الاجتماعيه وكنشكروا المجلس اللي وقف معنا في هذا الاحتفال هذا. احسن حاجه في المتقاعد هو ملي كيجي للاداره او اللي كيدوز في الزنقه او اللي كيجلس في قهوه او اللي كيجلس في اي مكان تينوضوا الاخوان يتجاروا عليه ويبوسوه ويعنقوه وهذا هو الشرف الكبير اللي تيكون عند الموظف اللي كيؤدي العمل ديالو لانه كيعدو تيؤدي العمل ديالو بتفانيه وباخلاص وبقلبه. نتمنى عليك انت كتؤدي العمل ديالك بتفانيه. والله العظيم الا كنت اقسم بالله وربما الجميع ديال القنيطره هنا كيعرفني انا نجاعي ما كاينش شي واحد اللي كينعد فيا وما كاينش شي ما كنخدم بالليل وكنخدم بالنهار والحمد لله. والمجلس كذلك راه على علم بهذا الشيء هذا وكنشكروا الاخوان كاملين جميع. كاينين ان شاء الله ناس كوف وناس كوف عطاو ومن من بينهم سي العروسي من بينهم اللي كان هذاك رئيس مصلحه اللي كيعطي الكثير هو شيف دو ديفيزيون ورشيد حوده وسي عبد الله واخرون. نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. شنو الكلمه اللي تبغي تنصحهم وتقول لهم؟ اللي نصحهم هما الله يخرج سريبس اولا الله يخرج سريبساتهم على خير. هذه الكلمه اللي تنقولوها حنا كاملين المغاربه. كانوا والدينا تيقولوا لنا الله يخرج سريبسات على خير ولكن ما كناش كنفهموها. دابا وصلنا ليها لان المعنى ديالها المعنى ديالها ملي كتخرج من لا روتريت كتخرج واحد الانسان اخر تتخرج واحد الانسان اللي كلشي
كيحبك كلشي كيبغيك كلشي كي الا خليتي علاش تحب لا لا حاجه دار هذه يلا يسير خرجتي مشات على خير وزيدون كتخرج الوظيفه ديالك بسلام. استاذ اسماعيل موظف في جامعه القنيطره وعضو في جمعيه الامل الاجتماعي الموظفين المتقاعدي جامعه القنيطره. اليوم غتكلم على الحفل التكريم ديال المتقاعدين اليوم جمعيه الامل الاجتماعي في اطار الانشطه ديالها اللي متواصله ومتكرره كتقوم بالتكريم ديال المتقاعدين ديالها خلال سنه 2022. هاد الموظفين اللي ضحاو بزاف د الحوايج، ضحاو بوقتهم، ضحاو بزاف د الحوايج، ضحاو بهم باش يعطيو للمدينه ديالهم ويعطيو للاداره ديالهم ويعطيو للمواطنين في اطار المجهودات المتواصله لسنوات هما كيضحيو. ولهذا اضطرينا ولو نعطيهم ولو شويه من هذيك التضحيات اللي قدموا، علاه اضطرينا نديروا هذا الحفل. ان شاء الله نتمنوا يكون في المستوى ويشرف الجمعيه ديالنا. وهو اليوم استغلال يعني الفرصه ديال مارس اليوم اليوم العالمي للمرأة. استغلينا الفرصة باش ندمجوهم بجوج، نجمعو كرموا النساء ماشي الرجال، لا النساء النساء هما باش نفرحوا المهابيل. نكرموا النساء والمتقاعدين، وكان حفل باش اضطرينا نجمعوا فيه التكريم ديال النساء والتكريم ديال المتقاعدين باش يكون عرس كيشرف الجامعة ديالنا والجمعية ديالنا، ونتمنى يكون على حسن الظن ديال الجميع ان شاء الله. نتمنى كذلك. شكرا ان شاء الله. مرحبا.